السلام عليكم أو صباح الخير عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو ديال اليوم. اليوم غادي يكون نهار سبيسيال على الفيديوهات الآخرين اللي دازوا. كيف ما كتشوفوا مازال الحال مظلم، مازال الصباح بكري، ما عرفتش شحال يكون في الساعة، كنت 8 هكاك تقريبا ديال الصباح. بدينا نهارنا اليوم، كان البروغرام هو أننا غادي نجنيو البورو. اليوم غادي دوزوا معنا هذا النهار هذا وحنا كنجنيو، غادي تشوفوا كيفاش كنجنيو البورو، كيفاش كنقيوه وكيفاش كنصيفطوه والطريقه كيفاش كنقلعوه من الارض. والبنات كما كتشوفوا الخدامة كيحيلوا ليه الوراق، الدراري كيقلعوه وكيعطيوه للبنات الخدامة، والبنات كيحيدوا ليه الوراق وكينقيوه من التراب ومن الجذور وكيحيدوا ليه داك الوراق الزايد وكيستفوه في الصنادق. هادشي غادي تشوفوه في الفيديو. كيف ما كتشوفوا دابا الدري كينفضوا كيقلعوا من الجدر وكيعطيه للبنات، وكيف ما كتشوفوا دابا البنت كتحيد له الوراق الزايد وكتنقيه، كتحيد له دوك الجذر ديالو اللي كيكون عامر بالتراب، كتنقص منه شويه، وخاصو يكون في الطول ديال ديك البواغو، خاصو يكون 40 سنتيم على حساب قد الصندوق. هكا غادي يدوز نهارنا، وبقاو معنا ونتمنى يكون عجبكم الفيديو. كما كتشوفوا اننا كنقادوه على حساب العبار ديال الصندوق وعاد كنستفوه في الصندوق. تشوفوا هكا البورو انه شويه مقيوس بالغيس، لحقاش كاينه الغيس في الارض وطاحت الشتا، ضروري ما غادي يتكرفص. غادي نعاودو نغسلوه. غادي تشوفوه اننا ما كنصيفطوهش هكا يا مكرفص، كنغسلوه عاد كيتصيفط هكا، كنستفوه بشي مرينا الصندوق كيف ما كتشوفوا. هو الصراحة بواغو فيه شوية ديال تمارة وشوية ديال الخدمة على العكس ديال شلاضة، فيه شوية ديال تمارة في الجني، يعني كان خصلي يقلعو من الأرض من الجذور ديالو، خصنا نقيو ونحيدو الورق الزايد عاد نديرو في الصندوق، ولا كان بحال هكايا مكرفص وبالغيس وموسخ مخصناش نصيفطو هكا موسخ، خاصو يدوز اللوزين يتغسل ويتنقى مزيان عاد يمكن لينا نصيفطوه.